أكشي لو سمحت. إذا بتريدي اسمعني خليك عند بابا. لا لا تقوم. لوين رايح؟ أنت تعبان. أكشي إذا بتريد ارتاح. لا أراج ما بقدر، خدوني لعند بابا فورا. هذا الحكي ما بيصير أكشي. بابا وقف عندك أكشي، لا تمشي ولا خطوة. أنت ما فكرت فينا ولا فكرت بأبوك قبل ما تمشي. كل هالشي بسببك أنت وبسبب عنادك كمان. شايف أخي بأي حالة؟ أنت تركت أبوك ورحت بدون ما تحكي، وهلأ شو اللي جابك لهون؟ حابة أعرف كيف ممكن ابن مثلك يعمل هيك مع أبوه؟ ليش تركت أبوك لحاله أكشي؟ آه؟ أخي كان عم يعمل كل شغل الشركة، لا وفوق هيك خاطر بحياته، وهي هي النتيجة. نحن ما لنا بحاجتك أكشي، ما لنا بحاجة لكلامك مشان تواسينا. ما رح تشوف سوكيت أبداً، طلع يلا بس روح من هون. سافري أنت شو عم تحكي؟ هذا أبنه. خلصنا برعتاب، ما رح خليه يقرب من أخي. ليش واقف هون أكشي؟ غلط، تصرفتي غلط، ما كان لازم تحكي كل هذا الحكي مع أكشي نهائيا. راج أخي اهدى، إذا بحيد ارتاح. ما بيصير تحكي مع سافري بهي الطريقة. بعرف إنك أنقذت حياتي بس كمان أستاذ، مو أنا اللي أنقذت حياتك بصراحة، ابنك أكشي هو اللي أنقذ حياتك. إيه هاي الحقيقة، أكشي كان جاي لعندك يحكي معك وإنت كنت جوا وغايب عن الوعي بسبب دخنة الحريق، وهو فات مشان أنقذك وخاطر بحياته كرمالي طالعك بسرعة. وخليني أقلك كمان إنه هو راح اليوم ليشوف السيد جوبتا ضروري، مو لأنه كان ناوي يوافق على العرض، كان حابب يرد عليه ويعطيه جواب بيستاهله ويرفض العرض. راح لهنيك كرمالك ومشان يسأل السيد جوبتا سؤال ويقول له كيف بتسترجي تعرض علي هيك عرض. اسمعوني منيح، أكشي هو الابن المثالي لهي العيلة. تعرفي شغلة؟ يلي عنده هيك ابن ما بيضيعه. انتي ليش ما بتحكي معه بصفتك عمته؟ أكشي ما بيستاهل منيح؟